أن ينكسر إذا الشعب يوما أراد الحياة لا بد للحق أن ينتصر ولا بد للليل أن ينجلي ولا بد للغيم أن ينكسر ولا بد للغيم أن ينكسر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدي الكرام وأهلا وسهلا بكم في حلقة هذا المساء من برنامجكم الأحواز المسيحية. هناك أحداث حصلت هذا الأسبوع وأيضا اليوم على أرض الأحواز، حقيقة أن مثل هذه الأحداث تتنامى بسبب الظلم الذي يعانيه أهل العرب في إيران، لكن إن شاء الله بأن مع هذه الممارسات وهذه الاضطهادات التي يعانيها أهل الأحواز سيكون لها ثمرة بمشيئة الله عز وجل على المدى البعيد. الانتماء العربي في كافة أنحاء الأحواز يتزايد هذا الانتماء، والأجهزة الأمنية تحاول من خلال عمليات المداهمات والاعتقالات العشوائية أن تنشر الخوف وأن تنشر الإرهاب بين المواطنين الأحوازيين من أجل أن تحد من انتشار الفكر الوطني والأفكار التي اكتسبها أهل الأحواز بعد هذا التعتيم وهذه الممارسات التي كانت على أرض الأحواز منذ 90 عاما. أصبح هذا الانتماء وأصبح هذا التطور خطر يهدد أمن الدولة الفارسية ويخطط مصالحها الاستعمارية. طاب مساءكم وأهلا بكم في حلقة هذا المساء، ونبدأ بالأخبار فإلى العناوين. إذا الشعب يوما أراد الحياة لا بد للحق أن ينتصر ولا بد للليل أن ينجلي ولا بد للغيم أن ينكسر ولا بد للغيم أن ينكسر. الباعة المتجولون في الأحواز يحتجون على سياسة الاحتلال ضدهم. جهاز مخابرات الاحتلال يداهم مدينة أحوازية ويعتقل 6 مواطنين. أحوازي من الباعة المتجولين يحرق نفسه احتجاجا على اعتداءات البلدية. دعوة لندوة أحوازية في الذكرى 90 للاحتلال الفارسي. ومن لا يحب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفار فعجت بقلبي دماء الشباب. ذكرت مصادر أحوازية أن عددا من الباعة المتجولين في السوق الليلي بمدينة عبادان تجمعوا في مظاهرة لهم يوم الأربعاء الماضي احتجاجا على حرمانهم من مزاولة أعمالهم في الأماكن المخصصة لهم في المدينة. وأوضحت المصادر لموقع النضال العربي لتحرير الأحواز أن الاحتجاجات جاءت على خلفية قرار بلدية مدينة عبادان بقصر تراخيص الأكشاك على المستوطنين فقط. يذكر أن سلطات الاحتلال تحاول إحكام الخناق على الأحوازيين العرب والتضييق عليهم لترك منازلهم والهجرة من الأحواز. ومن لا يحب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفار فعجت بقلبي دماء الشباب. داهم جهاز المخابرات الفارسية مدينة دورخوين القريبة من مدينة الفلاحية واعتقل 6 مواطنين أحوازيين واقتادهم إلى مكان مجهول. موقع أحوازنا نشر أسماء المعتقلين وهم سعد زويدات وعدنان زويدات وعادل زويدات وميلاد زويدات ونبيل زويدات
وعماد زويدات، وقال شهود عيان أن جهاز المخابرات داهم منزل المواطن سعد زويدات الواقع في مدينة دورخوين صباح يوم الأمس السبت، واعتقله هو والمعتقلين الواردة أسماؤهم آنفا، وتم نقلهم إلى مكان مجهول. ومن لا يحب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفار، فعجت بقلبي دماء الشباب. أقدم المواطن الأحوازي يونس عساكرة على إضرام النار في نفسه محاولا الانتحار حرقا أمام مبنى بلدية مدينة المحمرة، وحسب مصادر موثوقة لموقع حركة النضال العربي لتحرير الأحواز، فإن المواطن عساكرة أقدم على حرق نفسه احتجاجا على سوء الأوضاع المعيشية واعتداء سلطات الاحتلال على عربته التي يبيع عليها الفواكه. وأضافت المصادر أن الضحية نقل إلى إحدى مستشفيات مدينة الأحواز العاصمة وحالته خطرة جدا، وكانت احتجاجات واسعة للباعة المتجولين قد اندلعت في أكثر المدن الأحوازية ضد سياسات سلطات الاحتلال وبلدياته. ومن لا يحب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفار، فعجت بقلبي دماء الشباب. دعت الجبهة الشعبية الأحوازية جميع فصائل المنظمة الوطنية لتحرير الأحواز حزم، والجاليات الأحوازية والعربية والمهتمين للمشاركة في ندوة بعنوان الأحواز العربية ستنتصر على الاحتلال الفارسي، والتي ستقام السبت في 25 من شهر أبريل القادم في مدينة تورنتو الكندية، والتي ستقام بمناسبة الذكرى 90 لاحتلال الأحواز والعاشرة لانتفاضة نيسان الوطنية الأحوازية. مشاهدي الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه النشرة من أخبارنا لهذا المساء، ألقاكم بعد فاصل قصير. وعزف الرياح ووقع المطر، وقالت لي الأرض لما سألت أيا أم هل تكرهين البشر. حياكم الله مشاهدي الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة هذا المساء. يسرنا ويسعدنا أن يكون معنا السيد أبو شريف الأحوازي الأمين السابق للجبهة الديمقراطية الشعبية الأحوازية. حياكم الله سيد أبو شريف، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك السادة الكريم. سيد أصحح كلمة سادة أبو أصيل، أنا أمين عام الجبهة الديمقراطية وليس السابق. تفضل يا سادة. الجبهة الديمقراطية فقط وليس الشعبية؟ الجبهة الديمقراطية الشعبية الأحوازية أمين عامها وليس، وكذلك نائب أمين عام نائب رئيس المنظمة الوطنية لتحرير الأحواز حزم. يعني الآن أذكر بأنك سابقا يعني الأمانة ليست عندك، تركتها لأبي جراح. نعم نعم، وتم مؤتمر استثنائي السابع للجبهة بعد أن استغال الأخ أبو جراح، وأعيد مرة ثانية انتخاب أبو شريف للأمانة العامة. إذن العذر منك، يعني هذه معلومة جديدة. معلش أبو شريف، يعني للتو يعني عرفت منك. أهلا وسهلا بك أبا شريف، وتاريخك معلوم ومعروف، يعني حتى وإن لم أذكره فأنت يعني معروف بنضالك حياك الله أخي. لا بس للتصحيح على للشارع فقط أرجوك. حياكم الله وأهلا وسهلا. الله تحت أمرك أخي. الله يحييك يا أبا شريف. في البداية يعني كان هناك دعوة من الجبهة الديمقراطية الشعبية الأحوازية، دعت جميع فصائل المنظمة الوطنية لتحرير الأحواز حزم إلى المشاركة في ندوة بعنوان الأحواز العربية ستنتصر على الاحتلال الفارسي في يوم 25 من الشهر القادم في مدينة تورنتو. ما يعني تفاصيل هذه الندوة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحيي أبناء شعبنا العربي الأحوازي في
الأرض المحتلة وفي الشتات، وكذلك أحيي السادي وباصيل وكل الأخوة القائمين على قناة وصال الموقرة. حياكم الله على هذه اللفتة الأخوية والحضور الشهري في هذه القناة اللي لها باع طويل في خدمة أهلنا وشعبنا وقضيتنا الأحوازية العادلة. أما فيما يتعلق بالندوة، الجبهة الديمقراطية منذ عام 2000 بالتحديد، يعني منذ ما يقارب 15 سنة، وهي بدأت أنشطتها خارج الحدود وتقيم بشكل مستمر ذكرى الاحتلال الفارسي للأحواز بدول ومدن مختلفة للتعريف بالقضية الأحوازية، وكذلك لشرح المستجدات على كل من يريد أن يعرف جرائم الدولة الفارسية وما ترتكب من انتهاكات لحقوق الإنسان بحق المواطنين الأحوازيين العزل. فهذه الندوة وغيرها بالتأكيد سيعلن عنها خلال الأيام الجاية، ومنها أيضا مظاهرة سوف تقام يوم 19 من نفس الشهر أمام مقر وزارة الخارجية الكندية بأتاوا لنفس الغرض. فهناك أجندة للجبهة الديمقراطية ستعلن عنها خلال الأيام القادمة في شهر نيسان، شهر الاحتلال، شهر النكبة. نعم. سادة واصيل. طيب الأستاذ أبو شريف، ماذا عن الاجتماعات السنوية لمجلس حقوق الإنسان في جنيف وغيرها من العواصم الأوروبية؟ نعم، طبعا كما يعرف المشاهد والمتابع هناك ثلاث اجتماعات أساسية لمجلس حقوق الإنسان تعقد سنويا في العاصمة الأوروبية للأمم المتحدة وهي جنيف سويسرا، ويشارك وفد الآن أحوازي برئاسة الأخ الدكتور فيصل المرمضي رئيس المركز الأحوازي لحقوق الإنسان بجنيف، وهو من اليوم مشاركا بهذه الندوات لفضح سياسة العدوان الفارسي على الأحواز وأيضا على دول المنطقة والشعوب الغير فارسية المحتلة. وحقيقة تتم لقاءات واسعة مع مسؤولين أمميين ومسؤولين عرب وجمعيات إنسانية بهذه اللقاءات تحت سقف الأمم المتحدة للتعريف بالقضية الأحوازية والتعريف بانتهاكات حقوق الإنسان من قبل الدولة الفارسية. علما سيقام بنفس الأيام مؤتمر من قبل الأخوة في مجلس شعوب الخليج العربي، وهو أيضا هناك نشطاء داعمين للقضية الأحوازية ولوضعية التدخل ولمنع التدخل الفارسي بدول الخليج العربي. ستقام ندوة تحت خطبة الأمم المتحدة لتكشف سياسات العدو الإيراني. فهناك تنسيق بين اتحاد شعوب الخليج العربي وأيضا المركز الأحوازي لحقوق الإنسان لإقامة هذه الندوة تحت قبة الأمم المتحدة للتعريف بجرائم إيران بحق الأحوازيين أيضا وتعديه وتوسعه تجاه الوطن العربي بالتحديد دول الخليج العربي. نعم، يعني مدى تأثير مثل هذه المجالس، يعني إذا كانت ثلاث مجالس سنوية، ما الذي يعني يرجى منها؟ أول تأثيرها كما تعرف أستاذ الكريم، الدولة الفارسية الآن لديها مجموعات كثيرة ومدعومة من ما تسمى بمنظمات حقوق الإنسان تعمل بالأمم المتحدة لتشويه الرأي العام ولتزوير الحقائق. مثلا الآن هناك جمعيات تسمى بحرينية موجودة بالأمم المتحدة تعمل ليل نهار لضرب الوحدة الوطنية البحرينية مدعوة من إيران. يعني اجتماعاتنا ولقاءاتنا إضافة على أنه تكشف الحقائق للعدو، تكشف الحقائق للمراقبين وتكشف الوجه الحقيقي للعدو، أيضا تبطل وتفسد الدفاع الإيراني عن ما يسمى بانتهاكات حقوق الإنسان مثلا بالبحرين، المملكة العربية السعودية ودول أخرى. فالتأثير كبير جدا رغم الإمكانات المتواضعة والحضور القليل العدد، ولكن هو حقيقة يبطل الكثير من سياسات الدولة الفارسية اللي تعمل على تبييض وجهها بالمجتمع الدولي والمؤسسات الدولية، وأنها دولة تراعي حقوق الإنسان ولها مؤسسات ديمقراطية وغير ذلك. فوجودنا ومعنا الشعوب الغير فارسية والآن أيضا وجود بعض الأخوة الخليجيين الداعمين لقضايا حقوق الإنسان في مقر الأمم المتحدة
هو بالأحرى يعني جعل الدولة الفارسية والمنظمات التابعة لها والمرتزقة اللي تدعمهم بإحراج كبير، لأننا نكشف وفق بالخرائط ونكشف بالوثائق وبالأفلام وكل ما يكشف هذا الوجه القبيح للدولة الفارسية وعنصريتها وتمييزها العنصري ضد الشعوب، وأيضا سياساتها التوسعية وتدخلها السافر في شعوب ودول المنطقة. فالتأثير كبير جدا أستاذي واصي. طيب بما أنك تحدثت عن العنصرية، لدينا مقطع فيديو يعني فيه يعني اختصار للعنصرية الفارسية التي حقيقة يتأذى منها أي مواطن داخل إيران، إذا كان نظام الإيران تقول بأن جميع من في إيران من المواطنين وليس هناك فرق بين أقلية وأخرى، نجد بأن مثل هذا الفيديو يعني يعمق العنصرية ويكشف للعرب المحتلين هناك ما الفكر وما هي السياسة التي يحاولون أن يجعلونها حتى مع الألعاب الرياضية. نشاهد هذا الفيديو ثم نترك التعليق لضيفي أبو شريف. به نام خدا، خوشحالم، افتخار دارم کنار تمام دوستان عزیزم هستم. هفته شهدا رو باید گرامی بداریم، به این علتی که دیروز در کنفرانس مطبوعاتیم هم گفتم اگر شهدا نبودن امروز فارسی صحبت نمی کردیم و مجاب بودیم عربی صحبت کنیم. مرسی. و همه عزیزان خواهش میکنم تشریف بفرمایید. تجلیل میشه از جناب آقای منصوریان عزیز ما. به نام خدا، خوشحالم، افتخار دارم کنار تمام دوستان عزیزم هستم. هفته شهدا رو باید گرامی بداریم، به این علتی که دیروز در کنفرانس مطبوعاتیم هم گفتم اگر شهدا نبودن امروز فارسی صحبت نمی کردیم و مجاب بودیم عربی صحبت کنیم. مرسی. و همه عزیزان خواهش میکنم تشریف بفرمایید. تجلیل میشه از جناب آقای منصوریان عزیز ما. تعليقك يا أبا شريف، هذا يعني لاعب في يعني منتخب الفارسي وأيضا في نادي الاستقلال الفارسي، تعليق. أستاذي الكريم، طبعا أعتقد من المتأخر جدا أن نريد نعلق على مثل هذه الأمور. هذه الدولة بنيت على أساس عنصري وبنيت على أساس التحقير للشعوب الأخرى منذ عشرات السنين، وهي لم تعترف بالشعوب الغير فارسية وبالتحديد العرب الأحوازيين، فتارة تسميهم القجر وتارة أخرى الناطقين باللغة الفارسية وتارة قبائل وعشائر رحالة، وبعد نضال وكفاح الشعب العربي الأحوازي والقوافل الكثيرة والكبيرة من الشهداء والأسرى والمهجرين أصبحت الآن تعترف. الآن أقولها بوضوح، الدولة الفارسية رغم كل هذه العنصرية أنها بحالة الدفاع أصبحت بسبب العمل الأحوازي الواسع الفاضح لسياسات هذه الدولة. هذه الدولة ليس بغريب على مسؤول صغير أو لاعب كرة قدم أن يتحدث بهذه العنصرية، لطالما دستورها عنصري، لطالما يعني قادتها من ولي فقيها المجرم حتى رئيس جمهوريتها بكل أطيافهم وأغنعتهم يتحدثون بالعنصرية. والآن الأهم من ذلك، هناك خريطة وزعت بشكل واسع جدا منذ أيام تظهر كل دول الخليج العربي بعد أن حرروا ما يسمونه دولتهم وعاصمتهم العراق، عاصمتهم التاريخية. الآن وضعوا دول الخليج العربي، المملكة العربية السعودية، البحرين، الكويت، قطر، يعني الإمارات المتحدة العربية وصولا لبحر العرب، كلها ضمن خارطتهم ويعني حديقتهم الخلفية. فيعني هذه النهج العنصري هي مدرسة فارسية وليس غلات لسان، أو ما نستغرب له هو العكس تماما، انه اشقان العرب الان يريدوا ان يتعرفوا على هذه العنصريه. ما الذي يقصد يا ابا شريف؟ لم يكونوا من الاساس
دخلوا الإسلام بل يعني تعاملوا بالتقية مع المسلمين ومع العرب عندما تظاهروا بأنهم استسلموا. نعم. أبو شريف، هم يحقدون على هذه الأمة ويحقدون على كل ما هو عربي وإسلامي، ونحن هنا لا ننطلق من منطلق عنصري ولكن هذه حقيقة تاريخية. أبو شريف الذي كان في الفيديو قبل قليل، وتعاملنا أبو شريف معي السمحة مع كل الأطراف ما فيهم الفرد. أبو شريف يعني في الفيديو الذي عرضناه قبل قليل مع هذا اللاعب يعني يذكر بيقول لولا الشهداء لا 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 أصبحنا نتحدث العربية، ما الذي يقصد من يعني كلمة الشهداء؟ يقصد يعني الجيش العراقي الباسل الذي كبدهم آلاف وعشرات الآلاف من الخسائر البشرية، إذا لم نقول بالمئات من الآلاف، والذي دك عاصمة الفرس طهران وعاصمة الدجل قوم بصواريخه الباسلة وما قتل من هؤلاء المجرمين، يقصد هؤلاء الشهداء ما يسميهم بالشهداء هم من أبقوا اللغة الفارسية. طيب. وإلا لكان الجيش العراقي والعراق تخلص من الفارس إلى الأبد. طيب. هذا ما الذي دعا مثل هؤلاء أو مثل هذا اللاعب، يعني هو لاعب ويستلم جائزة أو كأس البطولة، يعني هل النظام الإيراني يحاول أن يجعل السياسة يعني داخل الألعاب الرياضية من أجل إيصال رسالة معينة، أم أن يعني هذا يعتبر يعني شيء ذاتي تفوه به هذا اللاعب وأراد أن يوصل رسالة له شخصيا؟ لا الآن لا يوجد فرق بالعنصرية بين من هو بالحكومة ومن هو بالمعارضة ومن هو مواطن تجاه العرب. العنصرية الفارسية قضيت بشكل معمق في ثقافة هؤلاء تحديدا بالنسبة للعرب. يعني الآن هم يعيشون في العديد من الدول العربية مثلا بالإمارات العربية المتحدة ويستأثرون العرب، يعيشون في قطر والبحرين والكويت ويتجاسرون على العرب ويتعاملون مع العرب بأنهم مواطنين من الدرجة الثانية ولا يستحقون حتى التعامل معهم وهم يعملون في بيوت العرب. فهذه عنصرية وهذه تجذرت حقيقة كثقافة. فيعني عندما قلت قبل قليل عندما يتجرأ يعني كبار كتاب الفورس وشعراءهم وأدباءهم لتغذية العنصرية وينطقونها في القرن 21 في قرن التساوي بين أحد البشر عن العرب ويهينونهم مباشرة، فما بالك به لاعب كرة قدم لربما يكون هو أحد عناصر الاستخبارات الإيرانية وبالتالي يقوم بما عليه من واجب استخباري لتهييج الشارع الفارسي ضد كل ما هو عربي. نعم أستاذ أبو شريف، يعني هناك يعني مباراة قادمة بين فريق سعودي وأيضا الفريق الفولاذ الأحوازي، يعني هل تقتري على الجماهير بأن يردون على هذا اللاعب الذي نطق بالعنصرية وحاول أن يغذي العنصرية من خلال هذا المنبر الرياضي، أم أن الأمر لا يحتاج أن يرد عليه؟ العنصرية تعتبر نحن أستاذ أبو أصيل سؤال هام جدا. طبعا كما شاهدتم وشاهد ملايين العرب الموقف الوطني والعروبي والإسلامي لأبناء شعبنا العربي الأحوازي باللعبة الأخيرة بين السد القطري وأيضا الفريق الوطني فريق فولاد الأحوازي، وكيف استقبل أبناءكم وأهلكم في الأحواز هذا الفريق العربي استقبالا كأنما يستقبلون قادتهم وزعماهم العرب. فالأحوازيون أصبحوا يدركون جيدا أن مواجهتهم لا تقتصر على ميدان واحد، فهم يستثمرون كل الميادين للمواجهة، واحد اهم الميادين هي الان الميادين الرياضيه لانهم يجتمعون بعشرات الالاف بهذه الميادين ويصبحون غير قابلين للسيطره. الان وحسب علمنا انه السلطات الايرانيه واستخباراتها تستعد ل يعني مواجهه الاحوازيين بالملعب، حيث جندت ما يقارب 10,000 عنصر من ميليشياتها من عنصريها وأدخلتهم الملعب، سوف تدخلهم الملعب في يوم المباراة.
ليهتفوا ضد المملكة العربية السعودية وضد دول الخليج العربي. أبناء شعبنا طبعا يعملون بقوة لصد هذه المؤامرة ولكشف حقارة هذا العدو الجبان. ولكن كما تعرفون وللأسف الشديد يعني التعتيم الإعلامي التصور يعني وأنا أقولها هنا من منطلق الأخوة والنقد قناة يعني برنامج الرياضية السعودية وام بي سي لتتحدث عن المباراة والمرصد الرياضي وغيره لا يسمون الفريق الأحوازي بتسميته كما ينطق به الشعب ولا يظهرون المشاهدين الأحوازيين ويطلقون هتافاتهم كما يجب أن يحصل وعلى العكس تماما في الوقت الذي أبناء شعبنا يستقبلون الفريق القطري قناة قطر الرياضية تسمي الأحواز خوزستان وتسمي المشجعين الإيرانيين تسمي عرب الأحواز يعني أنت حقيقة المصيبة الذي تأتي بانعكاسات سلبية على نفسيات أبناء شعبنا اللي يواجهون القمع ويدفعون ثمن لعروبتهم ولدفاعهم عن قطر والمملكة العربية السعودية يعني أستاذ صلاح أنت عاتب على المنابر الرياضية سواء كانت السعودية أو القطرية لأنها لا تسمي الفريق باسمه الصحيح وينادون الأحواز بخوزستان يعني هكذا عتابك ليس عتاب يعني هذا أحد وسائل الرد على العنصرية الفارسية أستاذ عبد الله تسمعني كيف الفرس لا 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 يستجيبون لنداءات الأخوة اللي تنطلق من حسن الجوار والتآخي الإسلامي والقانون الدولي والعلاقات الدولية وغير ذلك هم عندما يرون أنه القنوات العربية وهي قوية جدا وبإمكانها أن تحذف القنوات الفارسية من الساحة الإعلامية يتعاملون مع الوضع هكذا عندما يأتي الفارسي ويسمي الخليج بالفارسي ويأتي العربي القناة وغيره وتسمي بالخليج الفارسي أو يأتي الإيراني داخل قنوات العرب ويسمي بالخليج الفارسي ولا يعترض يعني المدير أو لا يعترض المدير فبالتالي هؤلاء يتجرعون ويعملون ما يشاءون لذلك نحن لا نعتب نحن نطالب أخواننا أن يدافعوا عن عروبتهم ويدافعوا عن مبادئهم وقيمهم ولا نطالبهم بأن يكونوا عنصريين ولكن نطالبهم كما كنا دائما أن ندافع عن حقوقنا أن ندفع الظلم عن أنفسنا لذلك أهلنا وغنواتنا ومهنيين هؤلاء أصبحوا إضافة على المهنية عندهم واجب للأمن القوم العربي للأمن القوم القطري وعندهم واجب أيضا أخلاقي وإنساني أن يدافعوا عن قيمهم وعن تاريخهم وتاريخ أبائهم وأجدادهم كما يفعل الفرس بكل عنصرية ونحن أصحاب حق وهم على باطل نعم طيب أستاذ أبو شريف ننتقل إلى محور آخر وهو موضوع يعني الانتفاضة النيسانية وذكرى الاحتلال هل تتوقع بأنها ستكون ذكرى يعني لم يسبق لها مثيل أم أن هناك تجهيزات من قبل النظام الإيراني لصد وقمع أي احتجاج أو أي احتفال بذكرى الانتفاضة النيسانية حقيقة يعني نظرا لأنه الانتفاضة مستمرة أستاذ أبو أصيل يعني لن تتوقف نفس هؤلاء عشرات الآلاف اللي ظهروا في الملعب خلال الأسبوعين الماضيين أو الذين ظهروا بمظاهرات عندما تكثف التلوث البيئي في الأحواز هذه هي موجات الانتفاضة واستمراريتها وأما لدينا حساسية خاصة بمناسبة ذكرى نيسان لأنها تمثل الاحتلال والغزو العسكري الفارسي الأجنبي للأحواز لذلك نحن ندعو شعبنا وقيادات الميدانية الأحوازية تعمل بقوة للتحضير السلطات الإيرانية عادة ما تبدأ بالاعتقالات وكما جاء في تقريركم هناك اعتقالات واسعة الآن بدأت بها السلطات الفارسية وإضافة على الاعتقالات العلنية هي تمارس عدة وشتى طرق إرهابية للضغط على الناشطين والسجناء السابقين المحررين وغيرهم من المشتبه بهم من قبل الدولة الفارسية لمنعهم من أي مشاركة فتبعث على عوائل هؤلاء وتأخذ من عندهم الضمانات إضافة على الوكالات المالية الباهظة إضافة على يعني
بيوت الناس، محلات العمل الناس، تهديدهم بفصلهم عن العمل، عن الجامعات، تهديدهم بفصلهم عن المؤسسات اللي يعملون فيها. كل هذه الممارسات الإرهابية تمارسها السلطات الإيرانية قبيلة شهر نيسان، ولكن مع كل ذلك نجد أبناء شعبنا ينتفضون بالممكن وبالطرق والوسائل المختلفة. ولكن للانتفاضة هناك ظروف موضوعية ثانية إضافة على الوضع الأحوازي، ظروف إقليمية وظروف إعلامية وحشد نفسي وحشد معنوي، هذا كله يجب أن يتم ويعني تعرف الوضع الأحوازي وإمكاناته في مواجهة الآلة الاستخبارية والآلة الإعلامية التابعة للعدو الفارسي. إضافة على أن وضع المنطقة، يعني عندما تعدت ميليشيات الدولة الفارسية واحتلالها حدود الأحواز ووصلت الآن إلى اليمن وإلى العراق الشقيق وإلى والآن هناك، يعني حضرتك يمكن تتابع الفورت، الآن بدأوا يتحركون باتجاه إعادة الاستفتاء في البحرين، لأن إعادة وضعية الاستفتاء بالبحرين وفق ما يقولون أنه هناك مادة في الاستفتاء أنه من حق الشعب البحريني أن يعيد الاستفتاء مرة ثانية إذا كان لم يكن راضيا على نتائج الاستفتاء الأول، وهذا أصبح الآن مطروحا. واليوم كنت أستمع للمجرم الدشتي، هذا النائب في البرلمان ما يسمى برلمان الكويتي، يطالب بإعادة استفتاء للشعب البحريني حتى يقرر مصيره من جديد، وهذا الخطر الداهم على مملكة البحرين وأيضا دول شعوب الخليج العربي. لذلك يعني الوضع هذا يؤثر سلبا على الوضع في الأحواز، وهذا ما تبحث عنه الدولة الفارسية. طيب أذن لي يا أبو شريف، أنا سأعود إليك، سأعرض للمشاهدين والمتابعين الكرام الجزء الرابع والأخير من رحلة مجموعة من الأحوازيين ذهبوا من السويد إلى بروكسل لحضور مظاهرات انتفاضة أو ذكرى الاحتلال الإيراني للأحواز أمام البرلمان الأوروبي. كان هذا هو نهاية الفيلم الذي تم تصويره من قبل المعد البرنامج عماد. نحن الآن منطلقين في الحافلة، تركنا مدينة ماستريخت متوجهين إلى بلجيكا حيث البرلمان الأوروبي والمظاهرات الجماهيرية الأحوازية التي تنظم كل عام أمام البرلمان الأوروبي استذكارا بالنكبة، يوم النكبة، وهو يوم احتلال الأحواز من قبل إيران على يد المقبور رضا بهلوي. في هذا اليوم يتجمع الأحوازيون من شتى بقاع الأرض ومن مختلف البلدان. إننا نستذكر شهداءنا الأبرار، الشهداء الذين سقطوا منذ يوم الاحتلال عام 1925، وأول الشهداء الذين سارت بهم القافلة هم شلش وسلطان زعماء ثورة الغلمان، واستمرت وتوالت التضحيات من أجل تحريرك يا أحواز، وسنبقى سائرون على هذا الدرب حتى تحريرك من يد الإيرانيين الغاشمين. إن الأحواز العربية لا ينفك أبناؤها ولا يرتاحون إلا أن يروا هذا العلم يرفرف في سماء الأحواز المحررة إن شاء الله. قالوا الأحواز لنا قلنا الأرض العرب المسلوبة، أرض الأبطال ومنبتهم أهل الأمجاد المهيوبة. عربية يا أحواز ومن مثلك يا أم الأبطال، عربية يا أحواز ومن مثلك يا أم الأبطال،
عربية يا أحواز ومن مثلك يا أم الأبطال عربية يا أحواز ومن مثلك يا أم الأبطال لا أحلى منك ولا أغلى من أهلك فوق المعمورة حاشا أن نرضى ظلمكم أو ننسى أنك مأسورة لا أحلى منك ولا أغلى من أهلك فوق المعمورة حاشا أن نرضى ظلمكم أو ننسى أنك مأسورة عربية يا أحواز ومن مثلك يا أم عربية والأحواز عربية والأحواز عربية استبكين أحوازيش استبكين أحوازيش استبكين أحوازيش في دافع طالع ثوري طالع حر طالع ثوري طالع حر طالع ثوري طالع حر أنا عربي حر عربي أنا عربينا إن شاء الله ونرفعها إن الأحواز لنا إنا لن نهدأ حتى نرجعها سيعود المجد لأمتنا إن شاء الله ونرفعها إن الأحواز لنا إنا لن نهدأ حتى نرجعها عربية يا أحواز ومن مثلك يا أم الأبطال عربية يا أحواز ومن مثلك يا أم الأبطال عربية يا أحواز ومن مثلك يا أم الأبطال عربية يا أحواز مثلك يا أم الأبطال أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام من جديد. عرضنا لكم الجزء الرابع والأخير من هذه الرحلة، وهذا يعني يجسد بأن الأحوازيين في الخارج مع أهل الأحواز في الداخل مهما بعدت المسافات ومهما كانت المشاغل، وهذا دليل على وقفتهم، والكثير من الأحوازيين يقفون مع القضية الأحوازية في الخارج، والبعض التهى ب يعني شيئا من أمور الدنيا أو وسائل العيش أو لا يريد أن يدخل في مثل هذه الأمور، لكن أتمنى منهم أن يقفوا مع القضية قلبا وقالبا. من جديد أرحب بضيف هذا اللقاء السيد أبو شريف الأحوازي أمين عام الجبهة الديمقراطية الشعبية الأحوازية، حياك الله يا أبا شريف. حياك الله سعدي وأصيل. في نهاية يعني هذا اللقاء، ماذا عن حزم وإلى أين وصلت منظمة حزم؟ نعم طبعا شكرا على هذا السؤال الهام أستاذ أبو أصيل. طبعا المنظمة الوطنية لتحرير الأحواز حزم لا زالت هي المشروع الوطني الأحوازي الوحيد الذي يجمع في طياته مجموعة من الفصائل والمنظمات وأيضا الأفراد المستقلين الأحوازيين، وهي تسعى بشكل مستمر للتواصل مع الأحوازيين لإقناعهم بالانضمام إلى هذه الخيمة الوطنية. وحتى قبل أيام قليلة جدا تم عدد من الاجتماعات مع الأخوة الأحوازيين لوضعهم في آخر المستجدات الأحوازية وضرورة العمل الوطني الأحوازي وضرورة التواصل مع حزم والتنسيق مع حزم وأيضا الانضمام إلى المنظمة الوطنية الأحوازية حزم. فلا زال يعني حزم هي الخيمة الأحوازية الوحيدة اللي تجمع العديد من الفصائل الأحوازية وتعمل على يعني استقطاب كل الفصائل الوطنية الأحوازية تحت هذه المظلة. أبو شريف الأحوازي الأمين العام للجبهة الديمقراطية الشعبية الأحوازية، أشكرك شكرا جزيلا. كما تعلم مشاهدي الكرام بأن في أول أحد من كل شهر معنا السيد محمود الأحوازي، ثاني أحد من كل شهر معنا يعقوب حر الأحوازي، ثالث أحد معنا الدكتور عباس الكعبي، رابع شهر معنا أبو شريف الأحوازي. دائما كل شهر طبعا الشهر الهجري وليس
الميلادي، وبإذن الله أنها يعني لقاءات ثرية. كنا نود أن نتحدث عن بعض المحاور في الشؤون الإيرانية، ولكن وقت الحلقة ضيق، ويعني لأهمية موضوع يونس عساكرة سينضم إلينا بعد قليل عبد الكريم خلف الأحوازي الناشط الحقوقي للتعليق حول حادثة يعني إحراق يعني أحرق جسمه بالنار اعتراضا على منع البسطة أو عربتها التي يبيع عليها الفواكه والخضروات. وهذه حقيقة ممارسة يعني متكررة تتكرر على الأحوازيين وعلى الأحوازيات الذين يبيعون، والمشكلة بأن مثل هؤلاء يلجؤون إلى مثل يعني هذه الأمور. طيب إذا كان أنت تريد أن تمنع هذا الأحوازي من البيع، ما البديل؟ إذا أنتم يا نظام إيران يا الذين تقولون بأنكم تستوعبون العرب وأن لكم دين إسلامي، إذا أنتم يعني منعتم أهل الأحواز من العمل في مناطق النفط أو مصانع النفط والمصانع البتروكيماويات وأيضا في يعني الجامعات وفي الأماكن الرسمية، فماذا تريدون أن يعملوا؟ يعني يموتون من الجوع؟ هم ماتوا من الجوع، يعني يكفي بأنكم لأنهم يعطشون بسبب التلوث الموجود داخل أرض الأحواز، وأنهم يلجؤون إلى أخذ أو شراء مياه الشرب من البقالات وغيرها. عموما يعني لن أتحدث عن هذا الموضوع، سيكون معي الآن الناشط الحقوقي عبد الكريم خلف الأحوازي. سيد عبد الكريم، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم أخي باطل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بك أبا عسل. شكرا لك أبا عصير والأخوة في كادر قناة وصالة إمامكم بالنسبة للقضية الأحوازية. حياك الله. أعطينا التفاصيل، ما حدث ليونس عساكرة من يعني حرق النار، وما الذي يعني جعله يعني يقدم على هذا الأمر على الرغم بأن هذا الأمر لا يجوز في الشرع، ولكن لابد أن نأخذ التفاصيل. طبعا تعرف خباصيل هو الموضوع يعني هذا الشاب يونس عساكرة كان تحت الضغط، هو عمره 32 سنة أو 34 سنة، متزوج ومستأجر في بيت، يعني صاحب البيت يضغط عليه انه يجب يعطي بيته، فلما راجع المكان محل عمله في البسطة مالته فرأى انه الضباط والحرس مالين البلدية انه يدمرون البسطة الفواكية بالواقع، فنوع من الاحتراز يعني والضغوط اللي صارت عنده من الحالة يعني في الأمور المعيشية، فاختار الطريق وهو بالواقع طريق غير صحيح، ولكن نوع من الاحتراز اتجاه ما يمر به من ظلم اتجاه هذا الإنسان من قبل النظام الإيراني، فراح أمام مبنى البلدية وقام في هذا العمل، والآن في العناية المركزة. يعني يوم أمس كانت درجة يعني شدة الحرق 70%، ولكن مع الأسف الآن يعني استلمت خبر أنه وصل إلى 90%، ويعني ما الأمور ما تمشي في خير صراحة. أيضا الجريمة الكبرى اللي ارتكبوها المسؤولين في مدينة المحمرة، وهو القائم مقام حياتي يعني قبل الحدث في يوم يعني يوم الجمعة أعطى دستور إلى البلدية أنه كل بياعين في الشارع أنه يجب يعني تخليط الشوارع بسبب موضوع قوافل يسموها كاروان، هاي رهيان نور يجون من المناطق الشمالية الإيرانية ويزورون الشلمشة والمحمرة وعبادان مدن عربية، فيعني هي بالواقع قوافل. طبعا في صورة يعني وصلتنا أستاذ عبد الكريم،
البسطة اللي يعني ما هذه البسطة اللي كان يبيع فيها يونس؟ نعم نعم نعم، هذه البسطة هي البسطة يونس عساكرة. نعم. ويعني لما يرجع ويشوف المكان عمله يعني البسطة ما أستدعى أنه ما هي موجودة فهو يقوم في هذا العمل. نعم. طيب يعني الآن يعني كيف صحة يونس وكيف أبنائه؟ صحته جدا حرجة، الوضع يعني شدة الحرق 90% يعني ما في أمل صراحة، الأمل بالله سبحانه وتعالى، ولكنما على ما يبدو الأطباء جايهم من وضعيته جدا حرجة، وحتى ما يعني ما يتمكنون أنه ينقلونه إلى مدن أخرى بسبب عدم وجود إمكانيات في المستشفى في الأحواز. طيب يعني هل تتوقع بأن يكون هناك يعني التفاتة لأسرة يونس عساكرة، هو متزوج ولديه ابنين وأيضا يعني عاطل عن العمل، هل تتوقع بأن سيكون هناك التفاتة ليونس، أم أن الأمر بالعكس هذا يفرح النظام الإيراني بأن يعني مثل هذه الممارسة كانت ويتمنون أن يحترق جميع الشعب ليس همهم يونس وغيرهم؟ هذه الحوادث باطل حاسة في داخل الحوادث حقيقة، وما في أي اهتمام، يعني شاهدناها أثناء الانتفاضة عندنا أطفال يعني تم رميهم يعني وهم يطلعون من المدارس، وأيضا العام الماضي عندنا الشاب مهدي مجدد أيضا حرق نفسه، ولكن ما في أي عناية من المسؤولين اللي يتواجدون في المنطقة. ولكن الأهم شيء اللي أنا يعني صراحة استأنست اليوم شفت المواقع التواصل الاجتماعي، وهي الـ يعني موقف بعض من الشباب أنه بكرة أعتقد يجتمعون في أمام مبنى البلدية في المحمرة وأيضا في المستشفى يعني تنديدا ويستنكرون عمل البلدية في المحمرة وأيضا قائم مقام. جميل. طيب أنا أشكرك أستاذ عبد الكريم، يعني وقت الحلقة انتهى، أنا أشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة وإيضاح بعض التفاصيل ليونس عساكرة. نسأل الله العلي العظيم أن يشفيه وأن يعافيه وأن يشفي مرضى المسلمين. كان هناك ردة فعل وصلتني قبل قليل من الأحواز بسبب ما حصل ليونس عساكرة، نشاهد ردة الفعل ثم نعود إليكم. وسهلا بكم مشاهدي الكرام. طبعا في معرض الكتاب التقينا بعراقي شيعي وله مواقف عجيبة من فكر التشيع الفارسي وكيف أثر على العرب، لديه يعني كتاب اسمه التشيع الفارسي، سوف يعني نسجل معي إن شاء الله فواصل، هو يعني رحب بأن يعني يبين الصورة للأحوازيين العرب
ما هو فكرة التشيع الفارسي. ونحن في وصال رحبنا بدكتور نبيل الحيدري وقلنا لا حي هلا في أي وقت يعني يخرج على الأحوازيين وبخبرته وبعلمه يخبر عن أسرار التشيع الفارسي وكيف وصل إلى العرب بإذن الله عز وجل. إذا شاء الله سوف يكون معنا الثلاثاء القادم أو سوف نسجل مع فواصل تعرض بإذن الله عز وجل كل أسبوع في باقي الحلقات القادمة وأيضا من السنة القادمة. وصلنا وإياكم إلى نهاية هذا اللقاء، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد للحق أن ينتصر، ولا بد للليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد للحق أن ينتصر، ولا بد للليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر، ولا بد للقيد.